التقديم خطوة بخطوة لفرصة السفر والمنحة الدراسية من وزارة الخارجية الإيطالية. نبدو بعد الانترو. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد. في هذا الفيديو حنجاوب على كل الأسئلة اللي تدور في بالكم على فرصة سفر والمنحة الدراسية من وزارة الخارجية الإيطالية، وكذلك طريقة التقديم خطوة بخطوة على منحة الدراسة والسفر في إيطاليا. أول سؤال هو شن هي البرامج اللي تغطيها المنحة الدراسية هذه؟ الفرصة تغطي 5 برامج مختلفة: ماجستير، دكتوراه، بحث علمي، كورس لغة وثقافة إيطالية، وكورس مستوى عالي للموسيقى والفنون في إيطاليا. ثاني سؤال، هل الدراسة حتكون بالإنجليزي ولا بالإيطالي؟ أنت كمتقدم تقدر تختار هل تقرأ بالإنجليزي ولا بالإيطالي. لو بتقرأ بالإنجليزي لازم تكون عندك شهادة لغة للغة الإنجليزية، ولو بتقرأ بالإيطالي لازم يكون عندك شهادة لغة إيطالية. السؤال اللي بعده، كيف تقدر تطلع بنفسك بدون سؤال حد على كل الأسئلة والبيانات اللي تبي تعرفها، زي مثلا العمر لكل فرصة من الخمسة فرص اللي غطاها المنحة، طريقة التقديم، مدة الدراسة؟ كل التفاصيل هذه موجودة في الإعلان العام للمنحة اللي موجود على موقع studyinitaly.estery.at، الرابط تلقوه في التعليقات اللي تلقوا فيه إجابة كل الأسئلة اللي تخطر على بالكم. السؤال اللي بعده، هل التقديم على المنحة بالفلوس ولا بالبلاش؟ التقديم على المنحة كليا بطريقة مجانية، ولو انقبلت حتغطي المنحة كل تكاليفك الدراسية، التأمين الصحي، الإقامة، المعيشة، وزيادة عليها مصروف جيب. لو عندكم أسئلة أكثر اتأكدوا أنها تحطوها في التعليقات، وأنا أكيد إن شاء الله نجاوب على كل سؤال من الأسئلة هذه بالتفصيل. حاليا نمشي للتقديم على المنحة خطوة بخطوة. التقديم لفرصة سفر والمنحة الدراسية من وزارة الخارجية الإيطالية يتم عبر البوابة الإلكترونية studyinitaly.estery.at، الرابط حتلقوه في التعليقات. أول خطوة هي الاطلاع على الإعلان العام لو مش متأكد أو مش متأكدة من التفاصيل اللي تخص المنحة، وهل المنحة هذه تمشي معك ولا لا. الوصول للإعلان العام يكون بالضغط عليه Grants، Call for Application، بعدين Call for Applications 2024-2025. هذا الإعلان العام اللي موجودة فيه كل التفاصيل اللي تخص المنحة، نقدر نطلع عليها. حيكون ملف PDF باللغة الإنجليزية فيه كل التفاصيل، زي العمر المحدد لكل برنامج من البرامج الخمسة اللي توفرها الفرصة، زي الماجستير والدكتوراه والبحث العلمي وكورس اللغة والثقافة الإيطالية وكورس مستوى عالي للموسيقى والفنون، وكذلك مدة التقديم، التفاصيل اللي تخص كل كورس، طريقة التقديم، اللغة المطلوبة من الإنجليزية والإيطالية لكل برنامج من البرامج اللي تختارها. هذا فيما يخص كل التفاصيل اللي لها علاقة بالمنحة. حاليا ثاني خطوة وأهم خطوة للتسجيل هي إنشاء حساب على منصة Study in Italy، ويكون عبر الضغط على Register. طبعا المنصة متوفرة بلغتين، الإنجليزية والإيطالية. تكتب هنا بياناتك الشخصية، اسمك، لقبك، ذكر أو أنثى، تاريخ الميلاد، رقم التليفون، مكان الإقامة، مدينة الإقامة. مهم جدا ان الاسم واللقب يكون باللغه الانجليزيه ومثل ما مكتوب في جواز السفر بالضبط. بعدين نمشي لدوكيومنتس او مستندات، تختار المستند، جواز سفر او بطاقه شخصيه، تكتب رقم المستند، من اصدره، بامكانك كتابه اسم المدينه مثلا تريبولي، بعدين تاريخ نهايه صلاحيه المستند، ودير له مرفق. طبعا نقطه مهمه ان ترفق الملف حاولوا انه يكون حجمه اقل من زوز ميجا، وانا ننصحكم انه يكون اقل من 200 كيلو بايت لتفادي اي اخطاء. في الكريدنشلز تكتب اليوزر نيم اللي ممكن يكون اسمك ولقبك بدون مسافات باللغه الانجليزيه، هنا الايميل والايميل، كلمه مرور، وتعاود تكتب كلمه مرور، دير تشيك ودير ريجستر. حيوصلك ايميل على بريدك الالكتروني اللي كتبته هنا، فيه رمز للتاكيد، بمجرد ما تكتبه يكون حسابك موجود ومتفعل 100%. انا لان عندي حساب حنمشي للوجن مباشره، حندخل اليوزر نيم والباسورد الخاص بي. تمام، أنا حاليا مسجل دخولي واموري تمام. للاطلاع على البرامج اللي تمشي معك بامكانك الاختيار orientation، بعدين find your course، بعدين تمشي لموقع Universe Italy اللي هو موقع وزارة الجامعات والبحث العالي في ايطاليا. بمجرد الذهاب لليونيفرس ايطالي محتاج تنشأ حساب كذلك في موقع Universe Italy اللي من خلاله بامكانك الاطلاع على كل البرامج الموجودة في ايطاليا. بإمكانك البحث عليها من هنا أو من هنا من البحث، مثلا بإمكاننا كتابة Study in Italy لو نبو نقرو Italian course، كورسات لغة إيطالية، أو مثلا نبو نقرو Business نقدر نكتب Business، نختار Find، تطلع لي المؤسسات اللي تقدم في كورسات Business باللغة الإيطالية أو بالإنجليزية. بإمكاننا الاعتماد على الفلترة لاختيار اللغة، هل نبي الكورس يكون بالإنجليزية أو الإيطالي، سواء ماجستير أو دكتوراه أو غيره.
نقدر نختار هل هو اوبن او فيه اختبار او اختبار مفضل او انتري تيست، ونقدر نختار المدينة اللي نبي نقرا فيها. بعد ما نعرف مثلا نابولي ترينتو، بعد ما نختار نتأكد ان البرنامج هذا يمشي معي. مهم جدا ان من حسابك على يونيفرس ايطالي تاخذ التست الخاص المسبق للقبول، البري انرولمنت تست، تقدر تختار انجليزي من اللغة، تضطر انك تدير حساب وتدير تسجيل دخول كذلك على يونيفرس ايطالي. انا حاليا عندي حساب. بعدين محتاج تاخذ الانرولمنت تست بمجرد ما تدير انجليزي، حتلقوه pre-enrollment application، محتاج انك تقدم عليه. وبعد ما تقدم على ال pre-enrollment test وتكون تعرفت على كل البرامج اللي موجودة من خلال يونيفرس ايطالي، الجامعات اللي تقدم فيها، البرامج تفاصيلها، واخترت البرنامج اللي بتقدم عليه، ترجع لموقع study in Italy وتختار my application، create new application، تلقى كل بياناتك الشخصية موجودة في الملف الأول. بعدين دير next مباشرة للصفحة الثانية، تكتب فيها اسم الجامعة، الكورس نيم والسيتي للكورس اللي انت اخترته، وتختار نوع البرنامج هل هو ماجستير او دكتوراه او موسيقى وفنون او لغة ايطالية. بعدين دير نكست، بمجرد ما دير نكست حنكتب اي تفاصيل انا حاليا بس مش نقدر نمشي للصفحة التالية اللي هي ارفاق لسيرتك الذاتية، الشهادة الخاصة بالبري انرولمنت. بعدين تحط الشهادة بتاعت، بعدين ترفق شهادة التخرج، شهادة اللغة، رسالة الحافز، وأي مستندات أخرى اللي ممكن تشمل رسائل تزكية من أصدقاء أو مدراء أو أساتذة سابقين. هذا كل شيء متعلق بالتقديم على منحة سفر ودراسة في إيطاليا. لو عندكم أسئلة أكثر خلوهم في التعليقات. بالتوفيق ونتلاقوا في الفيديو الجاي.